للمركز هنا الدورية 457. عندي اندرويد كتير هنا. انا معرفش بالميات. حرية! بالالاف. حرية! دول ماشيين. عبودية! ايوه ماشيين في الشارع. ما عنديش فكرة خالص. بس هيك شعارات مدري ايش. وين المساعدين؟ بالثانية تدخلت قوات الغرفة. جينا هنا عشان نعمل مظاهرة سلمية ونفكركم اننا كلنا كائنات بشرية. لا، كل اللي عايزينه اننا نعيش بحرية. ده تجمع غير قانوني، امشوا دلوقتي وإلا هنضربكم بالنار. مش عايزين اي صدام. احنا ما اذيناش حد ومش عايزين نعمل كده. خامة. بس احنا مش هنمشي من هنا الا لما نضمن حريتنا. كلام سليم. ده تجمع غير قانوني، لو ما مشيتوش حالا هنضربكم بالنار. ماركس هيقتلونا، لازم نهاجم، احنا اكتر وهنغلبهم. لو هاجمنا هنبتدي حرب، لازم يفهموا اننا بعاد عن العنف، هنثبت مكاننا حتى لو اتمن اننا نموت. دي اخر فرصة، امشوا دلوقتي والا هنقتلكم كلكم. اثبت مكانك. هنثبت لهم اننا مش هنتراجع، احنا هنفضل هنا. نحن نورث نزل بابايك. امشوا. اخذت عاطف الرأي العام. فرصتكم الاخيرة، لازم نوريهم قوة موقفنا، لازم نثبت حتى لو. ارجوك ما ينفعش يدمرونا من غير ما نقاومهم. مش هنتحرك. أصل الرأي عام أنهم يتفق. ماركس أنت بتعمل إيه؟ حيدمرونا. أخذ الرأي العام، دعم ومساندة جيريكو محظوظ. مات ماركوس. لا لازم نمشي يا نور. لا لازم نمشي. شكله يا معلم ضيعنا بطل الثورة. بس ضاع بطل الثورة، ضاعت الثورة. غلطنا. صار خدينا اليوم قرارين غلط. على المهم هذا كله طموح حكي، لأن نشوف كارثة صار فيها. أوه رجعنا على ماركوس. أنا تحدث إلى ماندا. ليش تحدث إلى ماندا؟ شمات هذا ما مات آخر مرة. ماما وينها أماندا؟ بس ما مات آخر مرة، ليش بعتني عليها؟ أنا متذكر إنه ماما. بعد اللي حصل النهاردة الدولة قربت تدخل حرب أهلية. الآلات بتثور على زعمائها، مفيش قدام البشر غير أنهم يدمروهم. كنت فاكر كامسكي عارف حاجة، كنت غلطان. جايز حصل، بس انت فضلت ما تسألش.
أنا شفت صورة الأماندا في بيت كامسكي، كانت مدرسته. لما كامسكي صممني كان عايز وجهة تكون مألوفة، علشان كده اختار أستاذه. أنت بتلمح ليه؟ وسايبر لايف موقفها إيه من ده كله؟ هم عاوزين إيه؟ سايبر لايف مش عايزة غير إنها تحل الأزمة وتفضل تبيع الأندرويد. ما قلتليش كل اللي تعرفيه عن المتحولين، صح؟ أنا مستنية منك تلاقي إجابات يا كونر، مش مستنية تسألني أسئلة. قولي، هل لاحظت أي حاجة غير عادية مؤخراً؟ أي شكوك أو مشاكل؟ حاسس بأي حاجة ناحية المتحولين دول؟ أو للملازم أندرسون؟ معرفش بتتكلمي عن إيه؟ أنا ما بشعرش بأي حاجة. أنت عارفة ده. أنت تعتقد إن أنا أخدت عدوى؟ لا لا، أكيد لا. أتوقع هو كان نص المحور بالقصة. التحقيقات الفيدرالية هتكملها. إيه؟ قربنا من حاجة، بس محتاجين وقت. متأكد إننا أنت مش فاهم، ده مش تحقيق عادي، دي حرب أهلية. الموضوع خرج عن سيطرتنا، دي قضية أمن قومي. طب اتحرك، ما ينفعش توقف بعد ما خلاص قربنا نخلص. دايما بتقول إنك ما بتطيقش الأندرويد. يلا يا هانك، خد قرارك. كنت فاكر إنك هتفرح بالموضوع. احنا قربنا نحل القضية، متأكد إننا هننجح. مش معقولة يا جيفري، ما ينفعش تيجي في صفي مرة واحدة. مفيش حاجة أقدر أعملها. أنت رجعت القضايا القتل، والأندرويد هيرجع لسايبر لايف. أنا كله عملني بس غيرت، قلت له لا ما فعلت أطلق النار. هانك بتعمل إيه؟ حاجة المفروض كنت أعملها من زمان. سلم شارتو. استنى، خد لك يومين أجازة، ما تستعجلش. فكرت في ده كتير، تعبت من التفكير في الاحتمالات. مفيش حاجة تخلينا استنى، ولا القضية دي ولا شريكي. المكان ده ما بقاش مكاني. نعم، ايش اللي صاير؟ نعم، صار في نتائج جدا بتهوي صراحة. يعني انا اللي صاير بهذا الفيديو شيء يعني لا يوصف. عمل تضليل ابطاء التركيز. شو تجي عمل تضليل لابطاء البيتريكس؟ عمل تضليل له عشان بطئه. شو نبطئه؟ طب ليش ضبطه انا؟ ليش ما اتركه ماشي يا نظام؟ عندي اوامر وانت عارف. ماشي، طب يهرب وقفوه. اخذ مين؟ مش قال لي ده من مكتب هانك. مسكته. ايه ده يا خبر؟ ازاي قدر يخرج برضه؟ ونفتح الحلوة. انا ما عنديش فكره. انت يلا اتحرك، اسرع الى غرفه الارشيف. هاي ارشيف، هاي ارشيف، ارشيف صح، ارشيف روم. طب ليش ايش بده بالارشيف؟ ايش فيه يا كونر؟ بتكلم معاك. انت رايح فين؟ مش عايزين نشوف حد بلاستيك في المكان. محدش قالك كده؟ ايوه انا بكلمك انت. دخول قاعدة البيانات. وين قاعدة البيانات؟ تماما مقابلي. هي قاعدة البيانات. ليش؟ طبعا لهم تحكم.
باسورد هانك. يا ترى ظابط رخم وغريب لما يختار باسورد يبقى ايه؟ عبس، ما يختارش دي ابدا. لازم افكر كاني هانك. كلمة السر؟ اه طبعا. مشوار فين مكان جيريكو؟ اكيد في اجابة. مفيش وقت. المتحول اللي احتاج استفلق رهيبا. قناة تحليل عناصر النشطة مطلوب. عناصر تركيب. خلاص فاضيين. هذا هو كان جيريكو بس. نموذجين تريسي من مالها ايه؟ هل كانوا رايحين على جيريكو؟ كانوا عارفين ازاي يروحوا هناك؟ ما كان رايحين، هذول ما كانوا رايحين. حاجة لإعادة التنشيط. مطلوب. أنا ما أتوقع إنه كان. صح صح صح، التمثال مزبوط مزبوط. طب ايش رجعتو؟ مذكرات. مذكرات روبر ملهاش اي فايدة، متشفرة. ماركو، لكن هي كمان تحذير. هنحارب عشان حقوقنا وعشان مؤمنين بقضيتنا. البشر مش هيبقوا في سلام لحد ما نبقى احرار. عرفتوا دلوقتي احنا مين وعاوزين ايه؟ احنا احياء وبنطالب بحريتنا. بعد ما ماركس اتدمر المتحولين اكيد ليهم قائد جديد. يا ترى مستخبيين فين؟ هذا عارف انه اتدمر. جيريكو صورة. جيريكو، لو انا بس قدرت اعرف الموقف ده تسجل فين. نرجع نشوف التمثال. ما في اي شيء مهم. بنت مهم هلا، في بنت شخصية الثانية ذيكو. والله هذا ما قالوها يا مية. هذا قتل صاحبه لانه كان عم بقتله، لانه عرف جاك كوتشارا جيريكو. ما منه فائدة صح؟ هيك اتوقع. طول بالا. طول بالك، تذكرت شنو لازم احل القضية. طول بالك، شلون هذا بدي ارجعه. طول بالك، تذكرت اشي مهم جدا. هذا ايش بده؟ هذا حتى نقدر نشغله. ما الطبق مطلوب 4717. لا يلا لقيتها. 4717 جيب السي. هاي اللي بدي اياها. طب رجعت ان شاء الله تزبط. زي ما اجيها من دون جيب اياها. طيب نشوف شو صار معنا. يعني هذا المفتاح عنده. شغلناه. كذبت عليا يا كونر، وثقت فيك وانت كذبت عليا. لك هذا اول واحد قتلته. كنت هتقتل البنت دي، ما سبتليش اي حل تاني. انا لازم الاقي جيريكو. تعرف هي فين؟
بتضيع وقتك. ما اعرفش اي حاجة عن جيركو، بس اتمنى انك في يوم تدفع ثمن اللي عملته فيا. مو هذا لو انا خربطت بالنسخة ولا هيطول بلا. هذا لو واحد من المتحولين اللي اخترقوا محطة التلفزيون. هذا اكيد يعرف المتحولين مستخبيين فيه. هذا لازم انا اشغله. ابوه 3902 لازم تقعد بس. حلو. بده طول بالك. رجع له هين. ايش في شيء مطلوب؟ تلف ما عنده بنات، ما عنده ذي. شيء بالرقم 3000 بناته هو بعد. لازم اشتغل هلا. المكان ضلمة. أنا فين؟ أنا لازم ألاقي جيريكو. ازاي اوصل هناك؟ أنا ما عرفتش صوتك. أنت مش من هنا. ومش هقول لك أبدا مكان جيريكو. دلوقتي سيبني لوحدي. غلطت. ألو نجحت نسبة الصوت ها؟ شنو؟ هي نسبة الصوت. ولا بناخذنا نسبة الصوت اللي عنده ونقنعه إنه نحنا هو. أنا ما بعرفك. أنت مين؟ أنا ماركوس. ريتفورد ماركوس. كله بقى تمام. ما تقلقش. ماركوس؟ ده أنت؟ شو أنت تسأله؟ أنت ليه سبتني؟ ما كانش قدامي حل، كانوا هيقتلونا. هتبقى كويس. جيت أرجعك البيت. يلا قول لي فين مكان جيريكو. لازم نمشي. جيريكو. أيوة طبعا. ماركوس؟ ده انت يا ماركوس؟ ما تسيبنيش تاني يا ماركوس. ما تسيبنيش. خد الموقع. كنت بحلم بده من اول مرة شفتك فيها. ما تعملهاش يا جافن. انا عارف ازاي اقدر اوقف المتحولين. انت برا القضية. ودلوقتي هيبقى الموضوع محسوم. لازم اموت. قلت لازم اموت. نسيت ولا زرت بس شطحته. شنو ما بعرف بس شطحته. سجلنا رصاصة بالغلط. ايه اللي بيحصل هنا؟ الشكل حمدي كان بيدور في المكان. يا خبر. الانذار دلوقتي. طب هلا قناة. What the fuck؟ ايش كان ممكن نتيجة تطلع؟ اتوقع تكون نتيجة واحدة يعني. بس لو ايش قد ضيعنا شغلات لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.